الهدف من المعرض الاكتفاء الذاتي تشجيع الانتاج المحلي والمعامل المحلية اللي هون. اليوم تقريبا 65 معمل مشارك بالمعرض بالحسكة، طبعا مو نفس المعامل اللي شاركت بالقامشلي، ودعوة التجار من جميع المناطق شمال شرق سوريا من بجكوباني الرقة مشان يصير في تعامل علاقات بين التجار والمعامل وتشجيع الانتاج المحلي. نحن كلجنة الاقتصاد المرأة كمان عندنا منتجات محلية، مثال كمعمل لارا للحلويات موجود بعمودة وعندنا منتجات محلية، وطبعا هذا كل شيء عم يصير بإيد النساء هن اللي عم يشتغلوا بهالمنتج الصناعي. طبعا في كتير صعوبات كمان نحن كاقتصاد المرأة عم نواجهها، والشعب بشكل عام انغلاق المعابر الحدودية كمان في لها تأثير على المنتجات وعلى وكمان قانون القيصر اللي هلا نحن عم نواجهه. طبعا بالنسبة للصعوبات اللي نحن نواجهها هلا عم نعاني صعوبات بعدم بسبب شح الموسم للسنة، طبعا ما جاء الموسم، موضوع شراء الحنطة